مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في مدينة الرباط في موضوع اللي جو المغاربة تبعوا القصة ديالو، قصة الدركي اللي بغى الله الأم ديالو تطالب بالبحث وتبيان الحقيقة في الموضوع. كما تبعتوا معنا النداء ديالها وجهته للمسؤولين وكذلك الدكتور والحقوقي والمحامي الأستاذ الهيني. الشيء الجميل والأستاذ الهيني لم يتوانى ولو لحظة أنه يقبل هذا الملف، استجب للنداء ويؤمن بالبحث الدقيق في الشق القانوني في هذا الملف. غادي نشوفوا مجموعة من المستجدات في الموضوع مع الأم ديال المرحوم. الوالدة، تبعوا الناس الفيديو، تعاطفوا معكم، شفتوا التعليقات ديال الناس، وجهتي النداء للمسؤولين أستاذ الهيني، استجب للملف ديالك. غادي تبعوا كيفاش كتشوفي الأمور. السلام عليكم. أنا واحد الأم حزينة بزاف على ولدي، وكنشكر الناس اللي راهم تعاطفوا معايا وحسبوني بحال حسبوا بحال هما اللي طرا لهم هذا الشيء لولدهم، ولا يعطي حتى شي واحد هذا التقصيح اللي تقصحت. الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. وانا مصدومه بزاف على ولدي. انا ولدي خرج مع 6 ديال العشيه، ما رجع حتى يتدفن في 6 ديال الغد ليه. انا كنتالم بزاف على ولدي، بزاف بزاف. وحسبوني بحال بحالكم انتم اللي طرا لكم هذا الشيء، ولا يعطيكم حتى شي حاجه اللي تضركم. انا راني مظلومه بزاف. وكنشكر كاع الناس اللي تعاونوا معايا، واللي بكاو معايا، واللي تشكاو معايا، واللي حزنوا معايا، صحابو وصحابنا وعائلتي وعائلتي وباه. الله يجعل سيدي ربي يوقف معاكم ويرحم لكم الوالدين. وكنشكر الاستاذ الهيني، كنشكرو اللي قبل لي الملف ديال ولدي باش يطلع على هاد المشكله ديال ولدي. وانا مظلومه بزاف، انا مظلومه على ولدي، انا مظلومه. الله يرحم الوالدين، انا مظلومه. بغيت غير الحق ديال ولدي، ما بغيت حتى شي حاجه، انا بغيت غير الحق ديال ولدي باش غادي يخرج لي، باش غادي يوقف لي الحق ديال ولدي اللي بغيت. ما بغيت حتى شي حاجه، انا بغيت غير الحق ديال ولدي اللي بغيت، صافي. انا ولدي مشى مظلوم للقبر، وانا مظلومه على وجه الارض. دابا ولدي راه تغطى، ما غاديش يخرج يرجع ليا ولدي. مشى مسكين، الله يرحمه، الله يجدد عليه، انا راضيه عليه، ولكن انا راني مجروحه قلبي. ما عمر ما تبرى ليا الجرحه ديال ولدي، باقي الصوت ديالو كنسمعوه من الدار. تحرمت من ولدي، حرام هادشي، حرام هادشي. انا مظلومه بزاف. الله يرحم لكم الوالدين. كيسمعوني المسؤولين، الله يكثر خيرهم، يوقفوا معايا. هادشي راه ماشي هادشي كذوب، راه ولدي تقتل، ماشي حادثه، راه ولدي راه تقتل. والله ياخذ الحق. انا عييت بالشكايات، ودابا كنهز كفوفي للسما كنطلب لله، يا ربي خذ لي حق ولدي، يا ربي نزل حكمك يا سيدي ربي. انا بغيت الحق ديال الله سبحانه وتعالى، هو اللي بغيته ينزل لي ان شاء الله باذن الله يا مولانا. وانا عندي اليقين من يدخل لي الاستاذ الهيني، عندي اليقين لا في القضاء ولا في الاستاذ الهيني. الله يكثر خيره ويدير بالحساب ديالو، الله يجازيه بخير، الله يرحم ليه الوالدين. المهم الله يفرج عليك يا ربي. والله عز وجل شتي كيفاش كيصنف الام، حنا حاسين بيك وتبين الحقيقه، هو الطموح ديالنا في الملف. مشاهدينا الكرام، غادي نشوف الاخت ديال المرحوم في الموضوع كذلك. اختي، مجموعه من المغاربه تفاعلوا معكم في الملف، وكذلك الاستجابه الاستاذ الهيني بالطلب اللي قدمت الام ديالك اللي وافق انه يتبع الملف ويبحث فيه. الراي ديالك في الموضوع. كنشكر كاع المغاربه، كاع اللي علق وكاع اللي قال اي حرف كيسواسي فيه الام ديالي، كنشكرو بزاف. للناس اللي كيعرفونا ولا الناس اللي ما كيعرفوناش، اللي من فاميلتنا والناس اللي ماشي من فاميلتنا، كنشكر كاع المغاربه وكاع الناس اللي كتبوا اي حاجه، كنشكرهم بزاف، والله يرحم لهم الوالدين، شكرا بزاف. هذاك الشيء كيجي يشجعنا، والحمد لله رب العالمين. كنشكر الاستاذ الهيني، من طبيعه الحال هو غني عن التعريف، المغاربه كلهم كيعرفوه
وبارك الله فيه لانه تبنى الملف ديال ماما وحس بها. لحقاش صراحه هاد الله قليل اللي كيحس بشي ام مات ليها الولد ديالها حيت سيد ربي ما عطاهاش الاسم. ملي كيموت لك الولد، ملي كيموت الاب ولا الام كتسمى يتيم، بالحق ملي كيموت لك الولد ما عندكش سميه. تلمو هاد القضيه هادي قاصحه بزاف وأليمة بزاف. والحمد لله رب العالمين اللي سجب لنا أستاذ الهيني بارك الله فيه، كنشكره من هذا المنبر وكنقول له الله يرحم الوالدين والله يوقف معك كيف ما وقفتي معنا. وهذا الكلام من طبيعة الحال كنوجهه الأستاذ الهيني والمسؤولين، لحقاش كاينين بزاف ديال النقاط اللي كتخلي بأن الملف ديال خويا فيه تخربيق وفيه شي يد خفية اللي دايزة من موراه. اللي بغيت نشوف مع الأستاذ الهيني وهو غادي يرد البال، غادي يعرفه من طبيعة الحال بالحكم ديال الخدمة ديالو غادي يفهم هذا الشيء، أن التشريح الطبي كيقول بأن الأخ ديالي معنف، ان التقرير ديال الخبره الشرطه العلميه داكشي اللي خداو داكشي اللي صوروا ما عطاونا عليهم حتى شي تقرير، داك رد الخبر ما عطاوناش ما قالوا لنا شنو لقاو فيه شنو ما لقاوش فيه، قطعوا ليه الضفيرات ديالو صوروه تصويرات قلبوه قبل داروا ليه التشريح قبل ما يصيفطوه للتشريح الاخر في السويسي، ولكن ما عطاونا حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي ورقه كتقول لنا فوالا راه شنو التقرير ديال القطع ديال الضفر ديالو مثلا ها شنو لقينا فيه ولا راه ما لقيناش فيه. حتى ما لقيناش فيه ما كاينش، ما عطاونا لا فيه ولا ما فيهش. يشوف مع الشرطه هذيك التنقيزه ديال 17 المتر راه ماشي في محلها، الا كان ممكن انهم الا بغاو يمشيو يعاودوا يعبروا هذيك البلاصه راه حيت راه ما يمكنش يطير 17 المتر وهو فيه اكثر من 70 كيلو صراحه. يشوف معايا الشهود، يشوف معايا الشهود اللي كانوا في البومبه داك الوقيته، يشوفوا غير يعاودوا يشوفوا الكاميرات، يعاودوا يشوفوا التسجيل، لحقاش ضروري غادي يكون باينه شي حرف من اللوحه اللي كاينه ديال الترقيم ديال الطوموبيل، غادي يكون باين شي حرف ولا غادي يكون باين الارقام ولا يعطيونا غير الطوموبيل اين 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 ماركه هي. يشوف معايا هادشي ويشوف معايا خلاص هو كلشي غادي يبان ليه، يشوف حتى الموتور فين مشى. ما يمكنش يكون الموتور مشى في حالاته، واخا يكونوا غادي يفصلوه ويبيعوه غادي يبان بان راه فصلوه وباعوه ولا غادي تبان شي حاجه فيه، واخا هو ان الام ديالي كتحس بان الموتور باقي كاين كيف ما قتلوا ايوب باقي الموتور كاين ديالو، لحقاش ما يقدروش يتصرفوا فيه. هاد الناس راه ماشي شفاره اللي يهزوا الموتور، هاد الناس راه ماشي شفاره، لحقاش في الكاميرا كيبان السيد كيخرج من الطوموبيل وكيطلع على ايوب الله يرحمه، كان مليوح في الباساج كيطلع عليه، كون كان شفار غادي يدير ليه السبرديله وغادي يدير ليه الحوايج ديالو والتليفون ديالو وغادي يدير ليه البسطام ديالو، وكون قلب كون كان شفار وقلب وغادي يلقى لاكارت ديالو بانه دراكي ما غاديش يهز الموتور، ما غاديش يغامر براسو حتى لهاد الدرجه ويلقى يدير المشاكل ديالو مع المخزن. هادشي راه كلشي باين في الكاميرا، ولا بغاو يبينوا حتى السيد راه يقدروا يجبدوه، راه عندنا بزاف ديال التكنولوجيا، عندنا بزاف ديال الحوايج اللي حنا متقدمين فيهم، ولكن حاقرينهم. حنا ما فرحانينش اننا نمشيو للمحاكم من هذا العمر هذا، وانا كنبقى نمشي للمحاكم مع الام ديالي حيت ما يمكنليش نخليها تمشي بوحديتها، كل مره كل مره كل مره كل مره، الام ديالي ما كتنعش ما كتشوفوش، الام ديالي مريضه، ما نقدرش نحكي لكم المعاناه، واخا نحكيها لكم ما غاديش تقدروا تحسوا بها، لهلا يعطيها لحتى شي واحد، الام ديالي كتحلم به، كتخيلو داز من حداها، كتخيل الصوت ديالو، كتكون غير جالسه وتقول نعم ايوب. هادشي راه اللي كنقولوا لكم راه كيضر، حيت انا ماما ملي تبدل ملي مات خويا وهي تبدلات ما بقاتش ديك ماما اللي كنعرفوها، ما بقاتش ديك العقل اللي كانت كتعطيك شحال هادي والمخ ديالها والحنان ديالها والعقل ديالها، حتى الكلام ديالها ولا تبدل ولا خشينه ولا صعيبه ولا كتبكي بوحديتها، ما كتنعش بالليل. راني قلت لكم بان الصيام ديالنا ماشي صيام والعيد ديالنا ماشي عيد، وحالتنا ماشي حاله، وفوق تما كتشوف شي واحد من صحابه دائما كتفكروا، فوق تما كتشوف التصويره ديالو ساعه كتمشي كتشوف الحوايج ديالو، ماشي الحوايج اللي كان اللي كاينين عندنا هادو اللي كاينين ديال الدم ديال الكسيده كتشوفهم وكتبدا تبكي عليهم، اما الحوايج ديالو الحمد لله راه كلهم صدقناهم، ما بغيناش يبقاو هنايا باش ما تبقاش تفكرهم، ولكن دائما كتجبد هذوك الحوايج وكتشدهم وكتشمشهم وكتبقى تشوف فيهم وكتقول الله ياخذ لك الحق اولدي. انا ملي كنشوف الام ديالي دايره بحال هكا راه ما نقول لكمش كيفاش كنعيش انايا، كيفاش كنشوفها، كيفاش هي كيفاش دايره، راه بزاف. هذا من جهه، اما الجهه الاخرى اللي كضرني اكثر هي الاب ديالي اللي ما كيهضرش، ما كيبارطاجيش معاك شنو كيشعر شنو كيحس، يلاه كيبداو فيه غير الاثار ديال الامراض، كي ها هو عيان، ها هو ما قادرش يتمشى، ها رجلو كضرو، ايه كاين شي شويه ديال الشرف، ولكن كاينه هاد التهريسه ديال الظهر اللي هرس ليه خويا ايوب ظهرو. ملي كيموت لك الولد راه ما كايناش عندك سميه نهائيا، اما ملي كيموت لك الاب ولا الام راه كتسمى يتيم.
وحنا راه بزاف. انا راه ملي كنشوف الوالدين ديالي كيعيشوا هذه الحياه، انا ما كنتش كنتمنى كاع نشوف هذه الحياه، ما كنتش كنتمنى اننا غادي نعيشوا بحال هكا. حنا كنا عايشين بخير، ما عندناش وما خصناش، وراه حامدين سيدي ربي والله ملك الحمد. اختي الله يفرجها عليكم يا ربي. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا مجموعه من المستجدات في الموضوع، شيء جميل في الموضوع هو دخول استاذ الهيني على الخط في الملف لضخ دماء جديده لتبيان الحقيقه. نحن نتتبع لهذا الملف، وقريبا غادي يكون عندنا تسجيل مع الاستاذ الهيني وكذلك الام والاخت ديال المرحوم، ونتبعوا معهم الملف. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع لهذا الملف وسوف نوافيكم باخر المستجدات. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.